ما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟ زيارة المقابر لأجل السلام على المسلمين والدعاء لهم ولا سيما الأقارب مشروعة مستحبة، أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبور الشرعية يقصد منها أمران: الأمر الأول تذكر الآخرة، والأمر الثاني نفع الميت بالدعاء له، السلام عليه والدعاء له والترحم عليه. الزيارة مشروعة وليس لها يوم محدد، لا يوم العيد ولا غيره. فاللي يحدد يوم العيد أو يوم الجمعة هذا لا دليل عليه. تزور القبور في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور، ولم يحدد يوما معينا.